هو الفكره انه في التماسيح دي ان هو فيها ملاعيب العاب نصبايات، فكل واحد فاكر ان هو تمساح وبيرمي على التاني هلب عشان هيسرقه او هينصب عليه او. فهتشوف الخريطه دي وازاي انها بتتفنط يعني شويه ده مع ده وبعدين ده يبقى مع دي وبده، هي ده باختصار يعني. تخيل الناس دي كلها لما تبقى مع بعض، ده لما كنا في المطعم كان في الاوقات بتاعت الراحه سكتشات كوميدي في حد ذاته. يوم انا شفته لوحده وفي حاجات، انا شفت مصطفى خاطر في اعلان اول ما شفت حمدي كان يعني مشهورش في المسرح الاول، في التجارب اللي نجحوا فيها بعد كده شفته في حاجات بسيطه الاول تلفزيونيه، وكل واحد فيهم علم معايا بطريقه او كل واحده. فطبعا مسرح مصر كان مهم وكل تجربه دلوقتي مهمه، بس كل واحد لو كويس هيطلع، سواء كان في قدامه الوسيط هو المسرح او السينما او التلفزيون. البطوله الجماعيه دي حياتي، ده انا كل عمري قضيتها، انا قضيت 15 سنه في خدمه الفكره دي في فرقه الحركه، و20 سنه في محاولات السينما المستقله والمسرح الحر. انا مؤمن بالعمل الجماعي، كل العروض اللي انا اخرجتها وكتبتها كانت جماعيه، ولغايه النهارده برحب باي بطولات جماعيه. جماعية يعني زي ما تلعب كرة شاملة ولا تلعب كرة قديمة.